بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أقامت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية مكتب طرطوس بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين احتفالية في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة بانياس. الحقيقة هي مناسبة عالمية وفي أكثر من جمعية بسوريا عم تتبنى هيدا اليوم، هدفه توعية المرأة وتوعية المجتمع لدور المرأة وكيف المرأة ممكن هي تقاوم العنف اللي عم بيمارسه عليها المجتمع أو أي جهة أخرى من المجتمع. فهدف اللقاء اليوم هو توعوي مع عرض أفكار المجتمع بيحكي فيها بطريقة خاطئة حول المرأة. اليوم رح نقدم فيها عنا عرض مسرحي، في عنا أغنية راب هي من تأليف عبد الرحمن سلامي من فرقة فوضى، هو اللي كتب لهي الغنية، يعني حصرياً رح تنعرض لأول مرة اليوم. في عنا عرض مسرحي، في عنا كمان مقطع فيديو بيحكي عن سيدة كمان تعرضت للعنف وبالنهاية هي بترفض الجهل وبدأ إنسانيتها. إن شاء الله بهي الفعالية رح نقدر نختم هي الحملة اللي كانت عم تحاول تعطي رسائل لوقف العنف مو بس ضد المرأة، ضد الفتيات، ضد الصبيان، ضد الرجال، ضد كل الناس، الأفراد المجتمع. هلأ المرأة أكيد دائما عم يكون التركيز عليها لأنه دائما هي البعض عم يشوفها أنه هي المستضعفة، دائما بأوقات الأزمات هي بتكون أضعف من باقي أفراد المجتمع، وإحنا عم نحاول نضوي عليها شوي أكثر من الباقي لأنه نحن من آمن بدورها ببناء الأجيال ومن آمن بدورها كأم بالمنزل لتربية الأطفال. الاحتفالية تضمنت مجموعة من العروض المسرحية والفنية والغنائية الهادفة، ويأتي هذا النشاط بختام حملة استمرت 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. هذا الموضوع كثير عجبني كونه أنا بيوم الأيام معرض أن يصير أب، معرض يصير عندي زوجة وعندي بنات، لازم يكون على دراية بكل أساليب التعامل معهم، كونه العنف ما رح يولد إلا جيل فاشل أو رح يولد تفكك أسري وطلاق وكثير من هاي الأمور. هلأ بشكل عام نحن الحمد لله كثير كنا يعني مميزين ضمن الدورة بطريقة العطاء للمدرب، طريقة تعاونهم للصبايا من الجمعية التنمية السورية، مشكورين طبعا لكل الجهود اللي بذلوها. وبنهاية الدورة الحمد لله نحن عملنا اختبارات بالكمبيوتر بمهارات قيادة الكمبيوتر طبعا، وللشهادة العالمية ICDL من نهايتها. يذكر أن الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية تعمل على مشاريع تهدف لتوعية المجتمع وإبراز دور المرأة فيه، إضافة إلى تمكينها ليجابها كل أشكال العنف الذي يمارس عليها.